لأهمية الثبات على الدين وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا القلب. ولماذا سمي بهذا الاسم؟ لتقلبه. لا يثبت هذا القلب على حال إلا من ثبته الله عز وجل، بل في اللحظة الواحدة يتغير حالك ورأيك. سبحان الله، يمكن في حالة واحدة في دقائق أنت في معصية إذا بقلبك ينصرف إلى الطاعة، أو العكس، أو العكس. ولذلك من مجموع ما جاء في المسند وفي السنن، وهو حديث ثابت، حديث أبي موسى، سواء كان قيل إنه مرفوع أو موقوف، إنما سمي القلب لتقلبه. وانظر إلى هذا الوصف لقلوبنا، إنما مثل، يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي موسى أو من قول أبي موسى على رأي بعض أهل العلم، إنما مثل القلب كريشة، الريشة تنفخها فتطير، تطير، كمثل ريشة في أصل شجرة في فلاة، في صحراء، ليست في أرض ذات بنيان يقل الريح والرياح فيها، لا، في أرض ذات فلاة تقلبها الريح، وفي رواية تقلبها الرياح ظهرا لبطن، مرة هكذا ومرة هكذا، ظهرا لبطن، ظهرا لبطن. هذه هي قلوبنا، فنسأل الله عز وجل أن يثبتها على دينه وعلى طاعته.